سي مصطفى الكحيل، كان المفروض انكم ديروا وقفه احتجاجيه اليوم 3/1 مارس في الرباط. اشنو اسباب تاع التعليق تاع الوقفه الاحتجاجيه؟ هو اسباب التعليق ديال الوقفه الاحتجاجيه كباقي البلاغات اللي صدرات ديال الاضراب، اللي انا تم توجيه دعوه من طرف الوزاره الوصيه وزاره النقل واللوجيستيك الى كل رافعي ورقه الاحتجاج، من بينهم التنسيق النقابي والجمعوي للنقل الطرقي بالمغرب اللي احنا فيه عضو فيه، وكذلك يعني التحالفات الاخرى ديال واحد العدد ديال التمثيليات اللي كنظن وقيل اخرها اليوم الساعه 3:30 زوالا بمقر الوزاره اليوم بالرباط، داعين الى الاضراب والاحتجاج. فالدعوه ملي توجهت لنا بطبيعه الحال تجاوبنا كباقي الفرقاء، وكانت اجتماعات يعني متفرقه واللي تناقشت فيها النقط اللي هي الترفعات كشعارات في البلاغ، وعلى راسها ما وحد المهنيين على الصعيد الوطني هو الارتفاع المهول في اسعار ماده المحروقات. يعني بالنسبه لكم ان الوزاره النقل واللوجيستيك فتحت معكم مفاوضات، وهذه المفاوضات ادت الى النتائج اللي انتم مرضيه تترضوا عليها ولا غير فقط مجرد وعود؟ وكاين النوايا الحسنه والنوايا السيئه، ودائما نبدي احنا النوايا الحسنه ملي كتوجه دعوه من اجل التفاوض حول يعني النقاط والملفات والقضايا اللي هي يعني كتشغلنا احنا كمسؤولين، وكتشغل يعني المهنيين بشكل عام لا ارباب ولا سائقين. بالتالي ان النقاط او الملفات اللي هي يعني في مقر وزاره النقل، واللي احنا انتم راكم تبعتوا معنا ناقشناها، ولكن المآل ديالها كان فيه واحد التعثر نظرا لواحد الحجج اللي كانت تعطي الحكومه السابقه ولا الوزاره الاداره السابقه بانه جات كورونا، كان توقف الحوار، تم استئناف ديالو في اواخر 2021، جات الحكومه الحاليه بكل تحميل المآسي وتحميل الأزمات عوض أنها جابت لنا الانفراجات وجات بأمل، لكنا كننتظر أنه غيكون واحد التواصل مباشر مع الحكومة الحالية، للأسف ما كاينش. التجاوب ديالنا مبني على أننا نطمح بأن الوزير الحالي اللي هو وزير النقل واللوجيستيك، وما أعرب عنه خلال اللقاء الأول اللي اجتمع معنا فيه وكان اجتماع رسمي، أنه مستعد باش يحل كل الإشكالات والقضايا العالقة في قطاع النقل الطرقي بالمغرب. ما لاحظناه من خلال تعامل الحكومة ورئاسة الحكومة في موضوع الغاز وفي موضوع البطاقة المهنية، المخرجات اللي هي ما يعني ما يعني فيها واحد التعثر، فيها واحد الرجوع إلى الوراء وتعبرنا به. فنتمنى أن يعني التفكير ديالنا ما يمشيش في الحكم كباقي الحكومات المتعاقبة. واش عطاكم شي يعني وعود تاريخ مثلا محدد من اجل بداية حل هذه المشاكل، ولا غير بقى داكشي غير مجرد وعود؟ لا، هو كاين التزامات انه غادي تتم احداث لجان، وهذه اللجان اللي غادي تكون يعني فيها واحد مناقشة 5 ديال الملفات المتعلقة بقطاع نقل البضائع، وكذلك الملفات المتعلقة بالسائقين المهنيين في قطاع نقل طرقي. كان البارح التوقيع على محضر بخصوص مخرجات التغطية الصحية للعمال غير أجراء في قطاع نقل البضائع ونقل المسافرين، لأن قطاع سيارة الأجرة استفد، ويعني وكان في توا كذلك واحد التعثر. يعني المخرجات اللي كان اليوم هو نظام التغطية الصحية الإجباري العمال غير أجراء، وهذا ماشي جديد لأنه الحكومة السابقة اللي عملت عليه، وهذا كان مطلب ديالنا أن المهنيين خصهم يستافدوا من نظام التغطية الاجتماعية. فبغينا الجديد، بغينا الجديد، والجديد خصنا نلمسوه، لأن اليوم الواقع يترجم حقائق خطيرة، لأن الحكومة اليوم في المحك، والوزارة الوصية جات عندها امتحان، يا تنجح يا تفشل. الإضراب ورقة لاحظتوا في واحد العدد ديال المدن للمهنيين توقفوا على العمل بدون بلغات، سمعوا بانه راه كاين قرارات ديال الاضراب، ولكن الرجوع والتراجع او تعليق الاحتجاج والاضراب مبني اننا نخليو مهله للحكومه، لرئيس الحكومه خاصه والسيد الوزير النقل واللوجيستيك، لانه ما يمكنش يتحمل مسؤوليه ديال قطاعات وزاريه اخرى. خاص السيد رئيس الحكومه يفرق المهام باش نعطيو ونسرعوا تكون الوتيره سريعه لتحقيق المكاسب والمطالب اللي هي تعطلات وتاخرات، واليوم كنعيشوا ازمه حقيقيه. علاش قلت كاين الاستثناء؟ وهذا الاستثناء هو الخطير اللي كيعيشوا قطاع النقل الطرقي اليوم، لا البضائع ولا المسافرين ولا الانماط النقل الاخرى.